رسميا بكره الاثنين 15 ابريل ده موسم حصاد القمح هيبدا، توريد طبعا بقى للصوامع وفقا لقرار الحكومه. السنه دي هو السعر الاعلى لارداب القمح اللي وصل ل 2000 جنيه بعد ما كانت الحكومه حددته في بدايه الموسم ب 1600 جنيه. في كمان توجيهات من وزاره الزراعه برفع حاله الاستعداد القصوى للتيسير على المزارعين خلال عمليه الحصاد والتوريد. خلينا نعرف تفاصيل اكتر. معانا على الهاتف دكتور محمد القرش، متحدث الرسمي باسم وزاره الزراعه. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، كل سنه وحضرتك طيب. صباح الخير على حضرتك والجمانه، كل عام وحضرتك بخير، وكل عام وكل شعب مصر بخير. صباح الخير يا استاذ شاذلي. صباح النور. اهلا بحضرتك. في البدايه لو حضرتك تعرفنا على استعدادات الوزاره لاستقبال موسم حصاد القمح يا فندم. يعني الحقيقه احنا بدانا موسم الخير اهو الحمد لله، جهد كبير كان مبذول خلال الفتره الماضيه علشان يتم زراعه القمح بشكل ناجح ونقدم كل التسهيلات الممكنه للفلاح والمزارع المصري عشان يتم عمليه الزراعه. بدات بوضع سعر استرشادي، وكان هذا السعر كان اعلى سعر في الاعوام الماضيه، بنتكلم كان 1600 جنيه. ثم الحمد لله بناء على توجيهات سمو السيد الرئيس وتعليمات مجلس الوزراء تم رفع السعر ل 2000 جنيه، ده لسعر الارداب بالقهوه 23.5. طبعا ده امر ايجابي جدا، ده محفز جدا للفلاح ان هو يقوم بعمليه التوريد. ان شاء الله يكون عمليات التوريد تتم بشكل سهل وبشكل سريع، وطبعا وفقا للضوابط اللي تم التنسيق بشانها الفلاح بيصرف فلوسه خلال 48 ساعه من عمليه التوريد، ونبدا بقى من اول منتصف ابريل بدا من يوم الاثنين ان شاء الله نستقبل كميات الاقماح في الصوامع المصريه علشان يبقى في بقى حفظ لهذه الاقماح لتتم استخدامها في الفترات المقبله. طيب 1600 اللي هو السعر الاسترشادي ده مظبوط؟ لا تم رفع السعر، تم رفعه ل 2000، لكن ال 1600 على كل كان اعلى برضه من السنه اللي فاتت. طبعا احنا كان السنه اللي فاتت كان السعر الاسترشادي كان 850، ولما تم عمليه التوريد كان تم رفع السعر ل 1500. السنه دي احنا بدانا بسعر استرشادي 1600، يعني اكتر من السعر العام الماضي، واللي هو حتى اللي تم التنفيذ بيه بعد كل الحوافز، وتم رفع السعر ل 2000 جنيه بحيث يكون في تحفيز جيد وتحفيز ايجابي وتحسين لدخل الفلاح والمزارع المصري. الحقيقه دي الاولويه الاولى بالنسبه لنا في عمليه التسهيل. طيب دكتور، يعني زي ما كنا بنقول في المقدمه انه في توجيهات من وزاره الزراعه برفع حالات الاستعداد القصوى للتيسير على المزارعين خلال عمليه التوريد. ايه يا فندم عمليات التسهيل او ايه اللي بيقدم للمزارعين للتسهيل عليهم في التوريد؟ احنا طبعا كان خلال فتره العيد تم تكثيف التواجد في الحقول ومع المزارعين، وطبعا متابعه مستمره. احنا بنتكلم على يعني نهايه فتره زراعه وبدايه فتره حصاد، تواجد شبه يومي ومتابعه مستمره. حتى في فتره الاجازه كان في تواجد يومي وكان في تنسيق مستمر وتواصل مستمر مع المزارعين، بنوفر لهم كل احتياجاتهم الحياه، وكان في جهد كبير لتوفير المستلزمات الزراعيه. احنا السنه دي كنا زارعين القمح وكنا موفرين تقاوي بنسبه 100% تقاوي معتمده، وده معناه ان الفلاح المصري اللي هيزرع بالتقاوي المعتمده ان شاء الله يكون يقدر يحقق زياده توصل لحوالي 2 اردب في الفدان، وده كان جهد كبير جدا ان احنا نقدر نوصل له، ان يبقى كل فلاح بيزرع مش بيستخدم القمح اللي كان باقي من زرعته الموسم الماضي، انما ياخد تقاوي جديده بمعتمده وبالتالي تساعده في تحسين انتاجيته. كمان كنا متابعين وفقا للخريطه الصنفيه علشان نحافظ على انتاجيه القمح ونحافظ على ان يمنع الاصابات او ما يكونش في اصابات موجوده للاقماح المنزرعه مع المزارعين، وبالتالي الفلاح بيقلل من المصاريف اللي بيصرفها علشان عمليه المكافحه والاعمال الزراعيه، وفي نفس الوقت يحقق عائد اكبر من زياده الانتاج، وبالتالي ده كله ينعكس على تعظيم انتاجه. يعني خلينا اقول لحضرتك لو بنقول مثلا اردبين زياده للفدان نتيجه كل هذه الجهود، يبقى الفلاح حقق له في الفدان 4000 جنيه دخل اضافي مقارنه بالدخل السابق، وده في النهايه بينعكس على حياه افضل للفلاح والمزارع المصري، اضافه لان احنا كمان بنوفر او بنزود من حجم الانتاج الكلي، ان احنا بنشتغل على محورين كبار كنا بنشتغل عليهم خلال الفتره السابقه وفقا للمشروعات القوميه اللي كانت بتقوم بها الدوله، مشروعات لزياده المساحه المنشرة، وبالتالي بنقدر نزرع مساحات اكبر، ولكن كمان كنا بنشتغل علشان نعظم انتاجيه الفدان، وبالتالي الفلاح يحقق اكبر انتاجيه ممكنه من الفدان في محصول القمح وفي مختلف المحاصيل. على سبيل المثال كنا من 10 سنين انتاجيه القمح كانت 10 او 12 اردب للفدان، النهارده بنتكلم في 20 اردب واحيانا 21 و22 اردب للفدان كمتوسط، وبالتالي ده كله يحقق
دخل افضل للفلاح ومزيد من التنميه ومزيد من تلبيه احتياجات المواطن. طيب احنا بنتوسع في زراعه القمح عشان نقلل كمان من الاستيراد، انتاج القمح السنه دي عامل ازاي مقارنه بالسنه اللي فاتت؟ يعني ان شاء الله احنا هنبدا موسم الحصاد باذن الله، هذا العام هيكون عام ايجابي جدا في عمليه زراعه القمح. شايفين اقبال كبير كان من المزارعين لزراعه القمح، وشايفين ايضا الالتزام بالتوصيات الزراعيه والعمل على تنفيذها بشكل جيد، سواء التنسيق بقى مع مدير المدريات ومع المزارعين ومع الجامعات الزراعيه، وبالتالي ان شاء الله يكون متوسطنا يعني ان شاء الله هيكون من 18 ل 22، وباذن الله يعني يكون في مزيد من التطوير، وكمان هيكون في جهد في عمليات التوريد، وبالتالي الفلاح ياخد فلوسه بشكل جيد ان شاء الله. يعني ساعدنا ده في ان احنا نملا صوامعنا بقى المصريه، اللي الحقيقه الدوله اضافت كميات تخزينيه كبيره، احنا بنتكلم في قوه الصوامع التخزينيه بتوصل ل 3.5 مليون طن تقريبا، من غير بعض الشؤون والاماكن التخزين المفتوحه، وبالتالي ده كله ان شاء الله هيكون انعكاس ايجابي، وباذن الله هيكون عندنا الانتاج اللي يكفي لملء هذه الصوامع ان شاء الله. طيب بما ان حضرتك ذكرت يا دكتور دلوقتي انه تسهيل حصول المزارع على فلوسه، ازاي المزارع بيقدر يحصل على فلوسه خلال مده قد ايه؟ الفلاح بيستلم مستحقاته الماليه من الدوله خلال 48 ساعه حتى اقصى. ده امر ايجابي جدا، لان كان بعض الفلاحين يعني بيقولوا احنا محتاجين فلوس بشكل اسرع، فاحنا النهارده بياخد الفلاح بيورد بيستلم فلوسه خلال 48 ساعه، وده يعني سرعه يعني سرعه في تلبيه احتياجات المزارعين وتوفير مستحقاتهم، وده بينعكس على حماسهم ان هم كمان يقوموا بعمليه التوريد. الحاجه الثانيه ان احنا فاتحين التوريد لكل المزارعين، فبالتالي الفلاح او المزارع يقدر ياخد كميته على طول ويروح يوردها للصوامع بشكل مباشر، وبالتالي بيتجنب ان يكون في حلقات وسيطه في النص ممكن تؤثر على ربحيته او تاثر على دخله. وكمان احنا زي ما قلت لحضرتك احنا عاملين تسعير هذا العام بسعر استثنائي اللي هو 2000 جنيه، وبالتالي ده ان شاء الله يكون محفز ويكون داعم لخدمه الفلاح المصري ولتحسين دخل الفلاح المصري. شكرا جزيلا دكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزاره الزراعه، الف شكر لحضرتك.